اسمعوها أيها الناس، قال: بلغوا عني السلام وبلغوا مني السلام كل من آمن بي من أمتي ولم يراني إلى يوم القيامة. وعليك السلام يا رسول الله، لقد بلغنا سلامك وبلغتنا سنتك ووصل إلينا هديك، وها نحن نتقرب إلى الله ببث سيرتك. صلى الله عليك يا رسول الله، لك منا السلام ومن أبنائنا ونسائنا، نفديك بأرواحنا. تقول عائشة، فرفع يده يشير بسبابته: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فسقطت يده وثقل رأسه على صدري، فعلمت أنه قد مات. وعلمت. تقول: فقمت ففتحت الباب وصرخت في المسجد: مات رسول الله، مات رسول الله. فضج الناس بالبكاء وأقبلوا إلى بابه، فدخل عليه أبو بكر فحمله وقال: وصاحباه وحبيباه ونبياه وخليلاه، ما طيبك حي وما طيبك ميت. وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيته للمسلمين وهو على فراش موته. أوصى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للمسلمين وهو على فراش الموت قائلا: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وكررها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، واشتد الألم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يدخل يديه في رقوة فيها ماء فيمسح وجهه بالماء وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. قال: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم شخص بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحرقت شفتاه قائلا: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. وفادت روح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفادت روح خير خلق الله. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات من أرسله الله رحمة للعالمين، مات من أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. فإنا لله، فإنا لله، وإنا إليه راجعون.